على جمالك يا دي البيت، ايه اللي جرالك يا بيت؟ ما شاء الله عليكي، رحتي وجيتي، وايه اللي جرى؟ تصدقي بالله والله ما عرفتي، والله بقيتي شبه البني ادمين اللي بجد يا بيت. لسه لسانك فالت مني. هقول ثاني هيروح فين يعني؟ قولي لي يا بنت رحت فين وجيتي منين؟ ما تسأليش عليا ليه يا واطية انت يا واطية. مشاغل والله يا خالتي. امال فين سوكة؟ عاوزة سوكة في ايه يا اختي وانت في الحالة اللي انت فيها دي؟ وبعدين مشاغل ايه يا بنت؟ رحت فين وجيتي منين ومين قلعك ومين لبسك يا بنت؟ هقول لك على كل حاجة، بس دلوقتي عايزة سوكة عشان جايبة له شغلانة، انما ايه؟ لوز. واد يا سوكة يا ولا يا سوكة يا ولا. ايه ياما في ايه ياما سرعتيني؟ تعالى يا ولا تعالى. مش دي القبلة نوال؟ اه يا واد، القبلة نوال جايبه لك شغلانه لوز يا ولا. طب الف واجي لك قبلة نوال ولا اقول لك حاجه؟ نطي يا ولا. الف ليه؟ انت تحكي له على الشغلانه كده، لكن الاتفاقات كلها معايا انا. اه الفلوس والحاجات دي عشان انا مديره الاعمال دلوقتي. الحمد لله على السلامه قبلة نوال. الله يسلمك يا سوكة. بص بقى، انا دلوقتي شغاله في الكباريه اللي شغال فيه كبدكي وطاعون، والراجل مدير الصاله سمع الغنوه بتاعتك ومتكيف قوي وعايزك تيجي تشتغل عنده. اه بس تعاون ده زباله البشر، كان عايز يقف لك فيها لولايا انا سلكتها لك. ايه سلكتها له؟ مش الكباريه ده يا بت اللي بيبقى فيه المليطه كلها؟ لا والله اصيله يا نوال. اه ياما كباريه، مطرب زي صاعد هيشتغل فين؟ في الحديقه اليابانيه. ايوه ياما كباريه. المهم يا سوكة لما تيجي تحرس منه ومن اللي اسمه كبدكي ده كمان. اه يا اخويا احنا دلوقتي خرجنا بره المنطقه، يعني انت عارف المصريين مع بعض في الغربه بيعملوا ايه. اه يا اختي، طب هو وهيشتغل مطرب ومغني في الكباريه، وانت ان شاء الله هتشتغلي ايه يا حبيبتي؟ فتاحه. ودي هتفتح ايه دي؟ انا هقول لك بقى يا ام، مش انت بتنادي على الراجل ابو فوزي يا ابو فوزي افتح لي حاجه ساقعه؟ قبل نوال بقى جايبه ثلاجه حاجه ساقعه في هناك في الكازينو، وكل اللي عاد يا ام تفتح له حاجه ساقعه، فتح له حاجه ساقعه. اتفتح في راسك طاقه انت وهي في ساعه واحده. المهم يا سوكة ان شاء الله لما تروح وتشتغل وتتنجم تبقى بقى تعوض لي الخدمه دي وتنطقني معاه. تأمريني قبل نوال؟ بس ازاي يعني؟ افهمك، البنات صنفين في الكباريه، الفتاحه درجه تانية في الفلوس والمعامله وكله، اما الرقاصه درجه اولى. اه وانت بقى يا اختي عاوزه تترقي وتبقي ايه؟ فتحت كوالين ولا خزن ولا رقاصه؟ افهمك انا يا خالتي، ما انا طول ما انا بره كان على رقبتي عامل حاجه زي كده، لكن ما دام كده كده جوه المخروبه يبقى خربها احسن. الو ايوه صباح الخير، انا كنت بتصل بخصوص الاعلان. ايوه وظيفه السكرتيره التنفيذيه. نعم يا فندم. اه طيب معلش شكرا. بتتكلمي في ايه يا اختي؟ قومي خشي شوفي امك، بانها بتطلع في الروح. ايه يا نهار ابيض؟ ماما ماما حنينه قوي يا اختي. ايه كل ده مش سامعه؟ سنجتي وانت مش سامعه ليه بقى؟ وقع على ودنك وانت صغيره؟ الله الله الله، جبتيها منين دي يا بنت؟ واحده زبونه قالتها لي عندي في المحل فعجبتني. حلوه صح؟ اه حلو. يو ما تصبر الا على الباب، هي الدنيا طارت. هيما كفرة كبداك يا مساء الفل. ايه رايح فين؟ احنا هنا لوحدين. ما انا عارف. يوب انا جاي امسي على الست جمالات هاني، قصدي هايدي، وجاي اقول لها ان كبداكي طلع راجل وما فتحش بقه بنص كلمه، مع انه يعرف كتير، يعرف كله لا مؤاخذه. ميرسي ميرسي بجد يا استاذ يا استاذ ابراهيم، انا متشكره من قلبي. على ايه؟ شكرا على ايه؟ وكمان اصل الضابط علاء مزودها بصراحه، وانا ممكن ازعله، بس انا خدت بالي ان في تلطيف مشترك ما بينكم، فقلت اسيبه ياكل عيش. لا جامد يا ولد. امال امال، بس خلينا بقى في المفيد. الواد سوكا كان معايا وانا بقرا الجورنال وعرف الموضوع، انا امنته ما يفتحش بقه، بس اصل الواد سوكا ماشي مع البت هاجر ما انت عارفه، واللي زي سوكا ده لما يمشي مع واحده بيحكي لها على كل حاجه، تاني يوم مصر كلها تعرف. انا يا استاذ ابراهيم الصراحه مش عارفه اشكرك ازاي. شكرا. على ايه بس يا ست هاني؟ والله انا من ساعه ما شفتك وقلت ان انت هاني، بيبان بيبان. لو انت خبره قوي في الهوانم يا واد. بقول لك ايه، يلا حبيبي عشان تلحق يومك، سكتك خاطر. يلا لسه العرض ما خلصش. عرض يعني ايه؟ في هديه مجانيه. ما تخلص كبدكي وتوخ اللي في بق. هو مش الظابط علاء محتاس وداير يقبض على نص المنطقه ومش عارف مين ورا موضوع المحل؟
المعلم سلومه هو اللي زقق العيال. سلوكة؟ سلوكة ايه؟ اسمه سلومة. حاجة غريبة جدا، وانت عرفت ازاي؟ مصادري الخاصة، وبقولي للباشا بتاعك كبداكي بيقولك يا ابو دبورة ونسر وكاب المعلمة مش عاوزة كتاب. سلام. سلوكة، سلوكة ايه؟ هو انت مالك فرحانة قوي كده ليه؟ يو عشان طلع اصيع من ابو دبورة بتاع. ايه ده؟ مش معقول. الو متصله بنفسك؟ اقول لك انا مش عارف امسك. النهارده عيد الحب، كل سنه وانت طيبه، وهابي فالنتاين وهابي يون اير، وحشاني ابل هجر. بطل بكش يا سكه واسمعني كويس. الحاجه انتصار محجوزه هنا في المستشفى، وفصيله دمها مش لاقيينها في بنك الدم. يا نهار ابيض يا ساتر الرب. هي فصيلتها نفس فصيله دم ابراهيم صاحبك. ايوه انا فاكراها كويس قوي من يوم ما جه يعمل العمليه عندنا، وكنا مبسوطين جدا ان احنا لقينا فصيله الدم بتاعته. طب وبعدين؟ عشان خاطري يا سكه خليه يتبرع لها بالدم، الست حالتها خطر قوي. مسافة السكة وهجيله. ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ لا هي الحكومة اتجننت ولا ايه؟ لا هو في ايه؟ لا مالك يا كبداكي؟ يا كبداكي؟ في ايه؟ في ايه يا سوق؟ في حد يصحي حد كده؟ اخفى من وشي بدل ما اعورك وربنا. يا عم بقول لك ايه؟ دي حالة إنسانية. يا عم حالة إنسانية؟ أنا اللي حالة إنسانية. يا غدا ست مصار دي ست طيبه وغلبانه وملهاش اي حد، وانت هتنقذ حياتها. اتهت يا سوكا؟ دم ايه اللي هروح اتبرع بيه وانا عند اهلي دم اصلا؟ سيبنا انا سوكا. بقول لك ايه، ما انت لما روحتش ست انتصار هتموت. انتصار انتصار مين يعني؟ ما تموت ولا تولع، عايز انام ساعتين قبل ما اروح الشغل. بقول لك يا صاحبي عشان خاطري الخدمه دي ليا والله العظيم ما هنساها لك. قوم بقى كبدك عشان خاطري. طب يا سوكا هقوم. قال يعني انا لو ما قمتش انت هتسيبني نايم؟ ما انت طالع زنان لامك. الله يسامحك انا مش هكلمك الا عشان خاطر ست انتصار. انت هتقول انا هنام؟ خلاص معلش. معلش ونبقى ايوه. يلا قوم يا صاحبي. ايوه يلا كبداك ايه كبداك ايه. صدقني يا سعاده الباشا انا ماليش دعوه بحرق محل الست جمالات وحرقوا ليه عدم المؤاخذه. هو انا اغاوي اذيه الناس؟ هات لي العيال واقفه بره. يا سعاده الباشا، يا سعاده الباشا انا عارف انك قارش ملحيتي عشان كنت عاوز اتجوز الست جمالات، لكن خلاص صرفت نظر. خلاص بقى العفو والسماح يا حكومة. انت لو فتحت بقك تاني من غير ما اقولك انا هقطع لك لسانك. مين اللي دفع لكم يا ابني انت وهو؟ المعلم سلومه باشا، جالنا خم الخليج ودفع لكل واحد 100 جنيه وقال لنا عايزكم في مصلحه، وخدنا بعد نص الليل ورانا محل مقفول وقال لنا يولع الصبح. انتوا تعرفوا سلومه قبل كده؟ ايوه احنا شغالين شايلين في المذبح وبنحمل له اللحمه اللي بياخدها، وقال لنا ان هو عايز يتجوز الست اللي في المحل دي ومحدش يأذيها، هو بس عايز يعرفها ويفهمها انها لازم يبقى معاها راجل. خد العيال دول بره. حاضر باشا. يا باشا انا ما اعرفش العيال الصيح دول يا سعاده الباشا. دي القضيه متلفقاني، انا مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي. وانت عندك محامي بقى ان شاء الله؟ لا بس مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي حقي. هم دي بنت ست انتصار لسه راجعه من بره مصر، هو ده بقى ابراهيم. مساء الخير. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي يا استاذ ابراهيم، ميرسي بجد. تشكرين على ايه؟ ده ست يعني ست انتصار دي غاليه علينا. بعدين بقى بعدين الكلام ده. يلا يا نجوى يلا يلا يلا, يلا يا سوك يلا يا ابراهيم يلا بسرعه.